بسم الله الرحمن الرحيم. من أسامة إلى أوباما، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، لو أن رسائلنا إليكم تحملها الكلمات لما حملناها إليكم بالطائرات، وإن الرسالة المراد إبلاغها لكم عبر طائرة البطل المجاهد عمر الفاروق فرج الله عنه هي تأكيد على رسالة سابقة بلغها لكم أبطال الحادي عشر وكررت من قبل ومن بعد، وهي لن تحلم أمريكا بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين. وليس من الإنصاف أن تهنأوا بالعيش وإخواننا في غزة في أنكد عيش، وعليه فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل. والسلام على من اتبع الهدى.